صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان، الامور هانيه، صحيحه لاباس ان شاء الله، كلكم تكونوا بخير وعلى خير، واموركم كلها 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 مزيانه. بعدا حركوا الديه يلعب شويه لانه القنطره راكم عارفين الدراري تيملوا من القرايه القرايه القرايه، خصنا نبدلوا شويه البروغرام. غنديه يفوج مع راسو يلعب، ونديكم معايا ندوزوا هذا النهار. هذا اليوم عندي لكم شي لعيبات واعرين. هنا البنات جينا جينا هنا نفوجوا شويه، ومن ارين كيف تستعب ارين غابر مشى يلعب. زوينه هاد البلايص البنات، قلبوا غير في جوجل غيطلعوا لكم بلايص اللي حداكم، حيت البنات كيسولوا لي فين نلقاو هادو. كتبي غير بلاين جراوند نير مي. يلا البنات وصل هاد الشيء. انا الحلوه خصني ندركها عليه باش ياكل ماكلته، بعدا عاد باش نديرها. ما ديت لي الماكله بغيت نعطيها للدار ياكل، ولكن راكم عارفين يلاه جاي من المدرسه فيه الجوع، يقصي باش يلعب بعقله، ونخليو حتى يفجج الاعصاب ديالو. بالك خليني نلعب على خاطري. صافي هنا خديت لي من البنات الشوك، ديت لهم الحوت مع الفريت كل واحد فيهم، سكتو بيه الجوع على بال ما نوصلو للدار. شي عجبة الحال، مسكينه عرفتي مريضه صفراء، شوفوا وجهها كيفاش داير. يلا هاك وي 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 مامي مامي اشنو ها الله، الا زوينه البنات جيبوا ولادكم بحال هكا مره مره لهاد البلايص كيعجبهم الحال. واه كاينو معايا في الصباح البنات، كنت باغا نبارطاجي مع البنات اللي عايشين هنايا، زعما نسول داك السيد ونقول لهم عليه. هذا هو لي شي ليفري من المحلات، داك الباقلاوه كيجيب من واحد المدينه اخرى وشي ليفري للناس. حنا خدينا كيلو الساعه باختيار، قال لي نتيستيو ناخذو بعدا كيلو ونشوفو كي دايره. هنا البنات غتقول لي شكون جاب لكم هذه؟ كما قلت لكم كيجي واحد كيليفري للمحلات وباختيار وسطاه باش يصيفط لي انا للدار، عطاه العنوان وداكشي وخلصو اونلاين. وقال لي انا عارفني ما تناكلهاش، قال لي ذوقيها وقول لي شنو بالك، حيت الاخر قال كان داير معاه فهاد المده هادي، وديك الساعه ما كانش عارف راسو مسافر. ففعلا توصلت به داك الشيء، وقلت لي صراحه ما زويناش، ما عجبتنيش بحال المحل اللي كناخذو من عنده. المحل كان كاين حدانا حل جديد عنده واعر واعره بزاف زوينه، ايوا صافي قال لي ناكلها وداك الشيء ونديها للناس اللي معايا في خدمه وصافي، ومره الجايه ما ناخذوش من عنده. قلت لي صراحه ما زويناش، مغشوشه لداخل ما عامراش مزيان بحال الاخرى. ايوا هادشي اللي كاين البنات، كنت بغيت نبارطاجي معكم العنوان، ساعه ما يستحقش صراحه. قلت لكم هاد البرد هاد الجو هذا سبحان الله متقلب، والريح حتى يدور داك ديال المرض بزاف، بنادم دغيا في مرض. وهادشي اللي كاين، فكرت ندير الحنه لانه راسي دارمي شادنيش دقيقه، والحنه تتبرد على الراس، قلت هادي اوكازيون نديرها. وصفه زوينه البنات، حتى الكولور ديال الشعر غادي يتبدل، لانني غندير بعض المكونات البنات اللي باغيين شعرهم يخرج بحال شكلاطي بحال شي حاجه بحال هكا. كيجي واحد اللون ناتشورال وصحي وما فيه حتى شي ضرر، كلهم حاجات اللي طبيعيه اللي غادي تشوفهم. وزياده على هذا الشيء الشعر محتاج للتغذيه، وانا من الناس اللي عزيز عليا الحنه، انا راه جايبها معايا من المغرب. غادي تشوفوها خليتها الفوق، انا خليها هي الاخرى باش غنزيدها الفوق. غادي نوريكم الوصفه غتعجبكم بزاف بزاف، غترخي لكم الزغبه وغيتبدل لكم حتى الكولور الشعر. خليكم معايا بس التريكو هذا، اللي غادي نعمرو، خنعمرو لانه الكول ديالو ديجا ما بقاش مزيان لا واسع، داكشي ماشي مشكل، خنعمرو. المهم خليكم معايا البنات. المهم هنا البنات غادي ندير اول حاجه اللي هي البابونج. البنات اللي كيبغيو البابونج راه كيتباع هنايا، راه موجود كيتباع، شتو كيتباع بحال هاد الساشيات بحال هكايا، ولا تقدروا تلقاو ساشيات كيكونوا كبارين. انا مكيلاش ناخذ يعني كميه كبيره، حتى سالي ليا الكميه عاد باش ديك الساعه ناخذ كميه اخرى. وخديتو لجوج الاستعمالات للشعر، ومن بعد نبارطاجي معكم حاجه اخرى خديتو على قبل. المهم هنا غادي ندير واحد الكميه، واو شحال مجهد، واو ندير واحد الكميه ديال البابونج، الزهر ديال البابونج. وهنا غليت الماء باش تسهل عليا العمليه، ما نطولوش بزاف وحنايا لاصقين في الكوزينه على قبل الغليان. صافي غير غلا ليا الماء، ديك الساعه غادي نحيد. المهم هنا البنات اول حاجه غادا نحطها هي الصفر ديال البيض. والحاجه البنات اللي غنحطها هي واحد
ثلاثه المعالق ديال الحنه. انا صراحه ما كنستعملش داك الحنه ديال تكون ديال الباكيه وداكشي، كيعجبني هذه ديال العبار كتجيني احسن. كناخذها من عند العطار في المغرب. غير ندير قياس بحال هكايا، قياس ديال ربع بحال هكا ولا ربع، خلاص كفيني مع شعري شويه طويل. صافي هنا غادي ندير البنات زيت الزيتون، غادي ندير واحد قياس ديال جوج المعالق. انا زيت الزيتون البنات اللي كيعاني والبنات كيديروا الحنه وشعرهم كينشف بحالي، منين كندير الحنه شعري كينشف، خصكم ضروري ديروا شي زيت، زيت الكوك ولا زيت الزيتون. انا تنفضل زيت الزيتون تيجيني احسن في هذه الوصفه هذه. صافي هنايا غادي ندير البنات القهوه. هاد القياس ديال جوج المعالق، جوج المعالق كبارين. هنا غادي ندير نص حامضه البنات، غادي نعصر واحد نص حامضه باش غادي تعطيني البنات اللي ما عندوش الحامض يديروا الخل، اللي ما عندوش الخل يدير الحامض، خل التفاح من الاحسن. الخل والحامض كيعطيو الكولور، تي بحال تقولوا كيتبتوا الكولور. هذه راه والدينا كاع كانوا كيديروا، اغلبيه كانوا كيديروا الحامض. وهنا البنات غادي ندير العكر الفاسي باش غادي يعطيني واحد الكولور، غادي يعاون مع القهوه بجوجهم غادي يعطيوني الكولور باش يخرج ليا. هنا عكر فاسي غادي نديرو كامل. شوف هنا نديرو كامل، غادي نعاود نشري، راه تيتباع اونلاين البنات الا بغيتو العكر الفاسي. ايوا البنات اش غنقول لكم، هنا الصفر ديال البيض ضروري، حتى هو كيزيد يعطي لك الكولور زويون، غيحمقكم الكولور في الاخر. وهنا غادي نزيد البنات، غتشوفوني البابون شنو درت مع كنهضر في التليفون، ضربونت مع كنهضر معاه باختيار وكنصايب هادشي صافي تقلبت. هنايا البنات معلقه كبيره ديال الماء ديال البابونج فقط صافي، وغنكمل باش نمزج داك الخليط يتجمع ليا مع بعضياتو. غنبقى نخلط بالماء طايب، نبقى نخلط تنوصل لواحد داكشي ما يكونش معجن، يكون شويه جاري، ماشي جاري بزاف وانما ما بين وبين، راكم عارفين القياس اللي غادي يدير لكم شعركم يشد لكم. ايوا هادشي اللي كاين البنات، ووصفه زوينه كطول الشعر اول حاجه، كتقوي الشعر وكطولو، وكت تستافدي انك كتاخدي واحد الكولور اللي طبيعي ما فيه لا مواد كيماويه لا حتى شي حاجه. زائد حاجه اخرى، البابونج البنات عنده فوائد زوينه، البنات اللي عندهم الزغبه ديالهم كتهرس دغيا وداك الشيء، واخا هاد الوصفه كتنشف الشعر ولكن قلت لكم ضروري تزيدوا على هاد المكونات اللي قلت لكم، يا اما زيت العود واما زيت الكوكو، هادو هما جوج الحوايج اللي انا كيعجبوني في الحنه تزاد معاهم. كاين افضل ما يكون حد كثيره كلشي هذا ديري البنات. اول حاجه غادي ندير هاد الميكه هادي. ايوا اش نقول لكم البنات، كيس كتسولوني كتقول لي شنو رده الفعل ديال خواتاتو، مع كنت قلت لكم على خوتو، على خوه اللي كاين في داك الدار واللي معاه با وخوتو اخرين، قلت لكم مازال تنقول لكم من بعد تصدموا صراحه، عيط عليهم وداك الشيء وهذا، وجاو للدار ديال خوهم ما فهموا والو، كديا تشوكا وكلهم كيشوفوا كيقولوا لي لا ما يمكنش كتفلا. ايوا فعلا لقاو داك الشيء، راكم عارفين الخوت فاش كيتلاقاو فاس فاس داك الشيء. والحمد لله اهم حاجه يعني بصراحه باه فرح بزاف، ودويت معاه كاميرا، شو كاميرا شاف فارين وارين، قال لي علاش ما جاوش، بغيت نشوفهم وهادي، قال لي تخيلوا معايا عشي والله الا بكيت، قال لي درتي واحد المزيه انك جيتي، فعلا قال لي قلبي بغى يشوفك ولكن راك عارف زعما عارف داكشي اللي طراو هذا، خايف عليه لا يوقع شي مشاكل، داكشي كان باقي داكشي باقي سخون فهمتوا، بحال دابا تقولوا داكشي همت شويه. ايوا بدا يسول قال لي علاش ما جاتش، وداك الشيء بدات تترجم ليا باختيار علاش ما جيتيش، علاش قلت له جاوب في بلاصتي دابا ما عندي ما نقول انا جاوب. ايوا هادشي اللي كاين، قلت لي صافي ما تبقاش تدخل في لي ديتاي بزاف، قول لي راه الدري وهذا. ايوا هادشي اللي كاين البنات، ومسكين كيسول داك الشيء ولكن مريض البنات الصراحه ديال بصح، وزادت لي واحد الكارثه اخرى عاوتاني، كاين الحمد لله يعني راه
الحمد لله ولا شويه من الهرس، يعني جا الطبيب وقفه باش يجرب واش يقدر يمشي على رجليه، ولكن خرج ليه واحد المشكل اخر عاوتاني. البارح بدا كان مهدود ديال بصح، ولكن الحمد لله انه باختيار كاين تما في الوقت. المهم البنات، حاولت ما امكن ما نوسخش الدنيا، ونكمل داكشي، لانني توجهت للجهه ديال المرايه خفت الحله الثاني، ولقى راسي ما كملش البلايص اللي اللي جميع البلايص. في دابا نقب الشعر صافي، ودابا غادي نديرو الخدمه ديال السلوفان، لانه السلوفان فاش يتمد الشعر ما عارفينش يعطيه فعاليه اكثر. اللي عنده الدراري البنات خليوني ساكته، حطيت السلوفان هنا طار فين داروه ما عرفتش. دابا غنضطر اننا غنجيب شي مرض كيدير شي الدراري غيحمقوا لي انايا. نضطروا دابا نشدو ميكا وغادي نلمطو بها راسنا بحال بحال، ما كاينش مشكل، غير بغينا زعما نديرو السلوفان وصافي. مرحبا ميكا شايا على قد الحال، يلا حسنا نشوفو زيد الطرف الاخر. هنايا عرفتي راه الحماق، يلا يلا كنت نهضر معاكم قلت لكم بلاتي ندير السلوفان، جيت دابا راسي فنحيد في هاد الشيء الروين اللي درته فلقيتو ما كاينش طار. دابا صافي غنلوي راسي عا باش غادي نلقاها انا متاكده. صافي البنات غنديرو زي في حياتي وغادي ننساه، دابا ما غاداش ندوش ما والو، ومنها خصني خليه واحد 3 سوايع 4 في الراس ديالي باش يخرج ديال الكولور مزيان، في نفس الوقت داكشي كيما قلت لكم يشد مزيان في الزهبه. صافي دابا هاد الوقت هذا اللي جالسه البنات غادي نمشي نراجع مع ارين واحد الشويه. اش غنقول لكم، ضروري خليوا البقيته لنفسكم حتى نتوما البنات فين تعتنيو براسكم، واخا انا عارفه صعيبه، كاين اللي ما كتستحملش، كاين اللي كتعصب دغيا، كاين اللي كتوقف ناقص، ولكن الى متى خصك تعتني براسك؟ الى متى خصك تعتني براسك؟ شو العينين حمرين شحال بكات، خاصك تعتني براسك وديري لراسك مجهود، حتى انت راه نفسك عليك حق تهلاي فيها، ما تهمليش راسك، تبقاي غير الدراري الدراري والراجل الراجل وراسك عاطيه اهمال. تعشاني حتى انتي براسك وتهلاي في راسك وتهلاي في صحتك، وحتى انتي دوري بنفسك، ما تبقايش راكي اللي دابا كتعطي ما لديها، يا مزيان تعطي ما لديك، ولكن حتى انتي قلي لك واحد البورسونتاج خاص بك، لانه ولا مشات لك صحتك ولا مشى لك زينك ولا مشى لك الا مشات لك هذا الامكانيات ديالك هذاك المضرب ضروري تهلاي في راسك، ماشي شي حد لا، ماشي تنقول لك تهلاي في راسك زعما شي حد. دابا هذا الموضوع ديال اليوم كتهلاو حنا شي حوايج اخرين، داك موضوع خاص، دابا حنا كنهضروا على راسنا، حنا تهلا في راسها لنفسها، تهلاي في راسك في نفسك، تتبقاي ديما تحبي المحيط ديالك، ملي تكوني هامله راسك تخطي تبدي بالك كلشي كحل، كلشي كحل. هانتوما شي غسل الصبيح قبل ما يولي حاجه. درت ماسك في وجهي، واحد الماسك ديال الروز تنبارطاجيه معكم من بعد، غير ضربتو دغيا درتو في وجهي غير يبان لكم النتيجه من بعد. ديال الروز مع واحد الخلطه اخرى الطين الابيض وداك الشيء، روز مطحون الطين الابيض ومهم شي لعيبات اخرين من بعد نبارطاجي معكم. هنا البنات درت هذا، غندير هذا ديال كارني، هذاك متبعاه ولكن واحد الشكل اخر، واحد الماركه نفس لا مارك كارني ولكن مكونات اخرى. هذا ديال الشعر اللي تيكون دامج تاع ديال البابايا وديال الامله، شي حاجه اللي طوب. دابا ملي تكوني دايره الحنه غلط اللي تيديروا البنات، تمشيو ديروا الشامبوان، الشامبوان غلط، فقط ماسك للشعر، نسلت شعري مزيان بالماء وندير ليه الماسك نعاود نسلتو مزيان مزيان صافي، لانه الشامبوان بحال كتهلكي الزغبه. صافي هنا البنات هذا زوين بزاف الا بغيتوه، ديال كارنيير مغذي الشعر مثل هاد الشيء، حيدوه الله يخرج لنا الشيء مزيان. ويلي 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 ويلي، دابا تنشوفو النتيجة كيفاش دايرة. المهم البنات صباح الخير، خرجت هنا خصيصا باش نوريكم الشعر كيفاش جا. شوفوا البنات، شوفوا انتما الكولور كي داير، واخا مبانش مزيان، مغيقدر مبانش لكم مزيان، ولكن عرفتي خرج واحد الكولار على بزيناتو عسلي، حتى الشعر عرفتي خرج مرخي
شوفوا انتم شوفوا الكولر، ها الكولر اللي بغيت نوريكم. شوفوا شوفوا على الكولر كي داير البنات، طبيعي وزوين شفتوا البنات. دابا انا مع دار بالي الشمس في الكاميرا باش نشوفش مزيان واش كيبان لكم ولا لا، حتى نبوستي الفيديو شفتوا البنات الكولر. وقد ما طولتي به الا بتي به غيكون احسن. كولر كي جا جا واحد الكولر نقيقي وزوين وطبيعي. البنات اللي غيقولوا لي دابا راه صبغتي شعرك ما غتبقايش تقدري ديري ليه حتى شي كولر حتى شي حاجه. شوفوا انتم الكولر ما تبقاي تقدري ديري ليه والو، ما تبقاي تقدري ديري ليه حتى شي حاجه. البنات انايا اكسبري صبغت شعري هكايا بالحنه لانني ما بقيتش باغا، حيت عارفه راسي ما في فيا النغزه على الصبيغ، درت بحال هكا باش نبعد من الصباغه هذا اللي فيه هذاك الشيء كيميكال. ما بغيتش نبقى ندير صباغه، بغيت ندير داكشي طبيعي، وبغيت نعود نفسي نرجع لاياماتي. عرفتي انا شعري كان كنت مهليه فيه زمان، يا زمان كانت الوالده اللي مهليه ليه فيه طويل وقوي، عرفتي واحد الدرجه ما كتصورش قوي بزاف. يعني شفنا جملين كديريها بلا ما تتنفخيها كتلويها بحال هكا تتبان لك اللويه غليظه، ولكن اختي خرجنا عليه بداك الصبايغ وبداك الكيماوي وداك الشيء. بصراحه اللون عجبني غزيول وتيبان نقيقي كما قلت لكم، وتا الزغبه غتبان لكم ولا الطايحه، وراه ما دايره لي لا كيراتين لا حتى شي حاجه. ها انتم شفتوا البنات طبيعي الوصفه، جربوها البنات غتعجبكم. البنات اللي ما عندهمش اصلا مع الصبايغ، البنات اللي يصبغوا شعرهم وعندهم داك النغزه ديال الشهوبيه من بعد، ما ننصحكمش لانه الحنه ما غاديش يشد لكم كولر شعركم وغيتلقاو معاناه. يعني خصكم تحيدوا داك ديروا واحد البرودوي غيختل لكم الزغبه عاد باش تصبغوا. فالبنات اللي عندهم كرواغوج على الشهوبيه هذه نصيحه لكم، كرواغوج على الشهوبيه وعلى الالوان اللي تيكونوا فاتحين الحنه راه ما تتشد، خاصك تسني شعرك حتى يطول عاد باش تصبغيه. المهم البنات يلاه وجدت راسي وهذا باش غادي نمشي نخرج انا على الكبيدات. شوف بزز باش خلاتني مشيت طلعت على شوفوا درت لها جوج قرينات، قرن الفوق وقرن تحت لانه شعرها باقي ما متساويش حتى يطول لها يزيد يطول عاد باش نديها الصالون باش يقادوا لها شعرها ياك. بلاش بزاف كتبوا لي كتشبه ماما كفوتوكوبيها غدا وسبحان الله العظيم وكتدي منها، لانني انا في الاول كنت نتوحم على ماما كتقول لي مسكينه العقل شنو تفيني ديري فيها ما بغيتي الله يرحمها مسكينه. ايوا شي هادشي اللي كاين اجي فوتوكوبي فوتوكوبي البنات بزاف بزاف سبحان الله العظيم، وكتشبه ليا حتى انايا حيت انا تنشبه لماما. واش غنقول لكم البنات غاد نعاود لكم بعدا شنو طرا ليا البارح قبيله وريتكم شعري وداك الشيء، وريتكم الشعر ديالي وداك الشيء. بغيت نقول لكم اشنو طرا ليا، عفتو مت بالخلعه وجا داك الشيء مرادف مع لحت الفيديو. تخيلوا معايا نعست الدراري كلشي تانصطال في بلاصتو كلشي تقادو تصيف في بلاصتو، يعني صافي كلشي متاكده 100% انه نعس، يعني ناعسين معايا في نفس البيت لانه مع كنخاف بالليل ما كنبغيش نخلي اريني نعس راسو اصلا ولا رجع العاده ديالو ولا يجي عندي للبيت من قبل ما يمشي البختيار للعراق. فتخيلوا معايا وانا جالسه ناري البنات شحال مت بالخلعه، شحال مت واحد الخلعه والله الا بديت تنبكي بالخلعه، وانا دابا متكيه في بلاصتي ودايره الكيت علاش باش ما تسمعش يا صداع. كنتفرج في هذا في واحد الفيلم السيده من بعد قلت لكم السيده هلا زعما انا لكم علاش وحده من بعد تخيلوا معايا حتى كنسمع زداف درت اللاف تنقول يا ربي السلامه اش هذا الشيء شتي عرفتي تخلع طاش مني خلعه. من بعد كنقول نوض ما نوضش عرفتي وجدت النمره ديال البوليس قلت لها كان شي حاجه سير بلاصه تلقى البوليس واقفين عندي اش كديري راه ماشي بابا دابا تيسحب لها في الكاميرا التليفون كيسحب لها بابا كيشوفها. وانا نقول مع راسي اش غندير نعيط لبابا نعيط لبختيار غنخلعهم على والو، حيت انا فيا قاعده شنو منين كنتخلع كنبغي نعيط واخا بابا بعيد عليا كنبغي نعيط ليه كيعطيني الحلول تيقول لي شنو ديري شنو هادي مع كنتدعق صافي كتخلع كتدعق. فعلا بقيت بحال هكا كنت كنتصنت في الباب لانني سد الباب ديال البيت كنحط راسي في الباب صافي كنت ما مخدمه الماكينه الصابون باش غنسمع كارثه كيتسمع ليا والو شنو غندير شنو غندير. كنت غنجبد عليه واحد النعسه ليليها ليها والله يرحمني الا طاحت ليا شي حاجه الله يرحمني صافي الناس ماشي نعست تنتقلب
عرفتي راه من هادشي راه طرا بعشي 3 الليل من 3 حتى 6 الصباح وانا كنتقلب نتقلب نتقلب والو عرفتي ما جانيش النعاس. عرفتي الصباح ديت ارين وانا كنكمع شنو طاح ليا في بالي قلت لك ما في حش بوستيت الفيديو قلت هذا جات لي حد شافني من الفيديو وجات تلقى ليا هي راه ابيل وحده وخا الله يستر طرا شي حاجه خليها لابيل دايز دايز غوتي تلقاي البوليس واقفين عليك ولكن الخلعه غال خلعه راه سوية شحال صافي بقيت مكمده في قلبي مني نط في الصباح لقيت شنو لقيت البنات لقيت الرشاشه ديال الحمام مع غسلت ليها فارين غسلت ليها وما علقتهاش مزيان ايوا طاحت من بلاصتها وطيحات مع الشامبواناج يعني تخيلوا معايا فاش غيطيح الشامبواناج ويطيح داكشي كيفاش غادي يكون داك الصداع غادي يكون مجهد ايوا مت بالخلعه خشكم ماتت بالخلعه الله يجعلها مغفره للذنوب عرفتي قلبي كنحس به غيسكت بحق الله العظيم ولكن صابوا غير الشامبواناج وداك الكوارث ديال داكشي ديال التنظيف وداك تحطها في بلاصه الحمام وداك بلاصه اللي تحت الرشاشه داكشي كلشي تزلك شنو المهم بلات ما نطولش عليكم بزاف بوس عليكم كاملين نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي شكرا لكم على لي كومونتير ديالكم الزوينين سلام عليكم.